كما استقبلت معالي السيده يوليا زيفيريدينكو النائب الاول لرئيس الوزراء ووزيره التنميه الاقتصاديه والتجاره باوكرانيا في العاصمه كييف سعاده الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجيه وقد رحبت معالي السيده يوليا زيفيريدينكو بالدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني مشيده بما يجمع بين البلدين من تعاون مشترك وحرص على الارتقاء به الى مستوى اشمل خدمه للمصالح المشتركه مؤكده رغبه بلادها في تعزيز التعاون الثنائي مع مملكه البحرين في مختلف المجالات الحيويه ذات الاهتمام المشترك، مشيده بموقف مملكه البحرين من الحرب في اوكرانيا. من جانبه نوه سعاده وزير الخارجيه بما يشهده التعاون المشترك بين البلدين من تطور ونماء في مختلف المجالات، معربا عن تطلع مملكه البحرين الى نهايه سلميه للحرب في اوكرانيا. تم خلال الاجتماع بحث مسار التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه في مختلف المجالات الاقتصاديه والتجاريه كما تم مناقشه تطورات الاوضاع في اوكرانيا واخر تطورات الاوضاع الاقليميه بالاضافه الى القضايا ذات الاهتمام المشترك